طيب توصلنا حتى الان للبلوك بتاعنا ده. عايزين نتكلم على حاجه تانيه مهمه. طبعا انا ممكن البلوك ده يتحول معايا يبقى بلوك يعني نيمد خلاص. يعني مثلا ممكن اقول كرييت بروسيجر وادي له اسم، وادي له اسم مثلا وليكن مثلا تيست خلاص، ومايل از او ساعات از خلاص، وسيبني بقى من ديكلير دي خالص. يبقى كده بالنسبه لي ده شكل البلوك بس بشكل نيمد يعني خلاص. نعم انا قلت واي بس برده دي كده شويه عشان اعرف انا اقعد، لان للاسف دي اللي موقفاني. ايه طيب كده كويس. طبعا لو جيت عملت ران قال لي بروسيجر ايه كرييتد. الفرق بقى الفكره الجديده بقى المره دي ان انا عايز اقول ان بقى في عندي نوع بقى يعني سب بروجرام اسمه تيست، وممكن استدعيه ولما استدعيه يبدا يشتغل. بس انا عشان بس اجرب ان هو يبدا يشتغل ما اعرفش في عندي موظفين بالارقام دي ولا لا، بس انا هدور كده بس بسرعه واعمل سيلكت استرس فروم اغش بس ايه. طبعا علمت عليه معناه ان هو انا عايز اشغل الامر اللي معلم عليه ده، بس اغش اي كود كده مثلا 100 حلو قوي كده خلاص مثلا 100 حلو قوي. ممكن برضو نستخدم نستخدم حاجه الامر طباع كده يطبع لي، بس مجرد ان هو يطبع لي نتيجه او قلم او كلمه او حاجه زي كده. في عندنا حاجه اسمها داتابيز او دي بي ام اس اندرسكور اوتبوت خلاص خلاص. فممكن اقوم جاي نقول له ايه دي بي ام اس اندرسكور اوت بوت. خد بالك هنا الاوت بوت دي واحد يقول لي الله انت عملته بروسيجر ما عملتوش فانكشن، وهو هيريتيرن فاليو، وهو مش بيريتيرن فاليو، هو بيطبع، هو امر بالنسبه له. الطباعه دي يعتبر ايه؟ يعتبر امر، لكن هي ما تعتبرش ريتيرن فاليو. وهقول لك الفرق ايه ما بين الاثنين، ان هو يس مجرد ان هو يطبع كده ويطلع نتيجه، او ان هو لازم يكون بيريتيرن فاليو. يعني ايه الفرق؟ ايه الفرق باختصار هقوله كمان شويه؟ ان الاول بس اكمل الامر بتاعي دي بي ام اس اندرسكور اوتبوت، وبعد كده دوت بوت لاين. بوت لاين يعني ايه؟ اطبع ايه؟ اطبع سطر او اطبع امر بس خلاص. فانا ممكن اقوم جاي قايل طبعا في برنت، بس انا مش عايز اطول في الانواع الاوامر الكتيره دي قوي. يعني الفي اندرسكور سيل ده نوعه نمبر، ودوت كده طبع كسترنج صح ولا لا؟ المفروض احول دوت الى ايه؟ احوله الى اكونفيرتو الى الى يعني الى نص. عارفين ايه بنحوله ازاي؟ تو اندرسكور تشار صح؟ تو اندرسكور كاركتر، ومفتح القوس هنا ومقفل القوس هنا. عارفين طبعا تو اندرسكور كاركتر دي بتعمل ايه؟ بتحول اللي بتاخده الى ايه؟ الى سترينج يعني باختصار، ايا كان نوعها ايه خلاص. يبقى احنا لو كنا عملنا كده وجينا جربنا عملنا البروسيجر تاني، هي اوريدي كرييتد بقى. ايوه هي، ما اجي ارن كده هيقول لي ايه؟ ان الاسم ده اوريدي يوزد خلاص، هو مستخدم الاسم ده خلاص، او سمي اسم تاني. فممكن اقول كرييت اور ريبليس زي الفيو بالظبط، خدته فيوز صح؟ كمان كرييت اور ريبليس بروسيجر سميته تيست، ومعامل رن. هنا قال البروسيجر ايه؟ كرييت، بس بالجديد اللي هو يعمل ايه؟ ان هو يطبع سيل خلاص كده. فانا دلوقتي لو جيت قمت نادي على تيست كده اهو، قمت عامل رن، قال لي انفاليد اس كيو ال ستيتمنت. الله، امال بنادي له ازاي؟ قال اكتب كلمه تيست بس، هل القوسين دول فرقوا او يفرقوا معايا؟ قال لك اه، بس هو المفروض ان الجمله بتاعتك لو تيجي تشتغل بتتحط جوه جمله، يعني مفيش حد رمى جمله اس كيو ال كده. ده كده في الكولينج كده، وانا جوه ابلكيشن اقدر انادي يعني اقدر انادي بالشكل ده، لكن انا جوه اوراكل اقدر انادي بالشكل ده؟ اكتب كلمه كده وخلاص. حد شافها قبل كده في اي حته؟ لا، احنا دايما نيجي نشتغل في الاوراكل بنعمل ايه؟ بنحط يعني جمله لازم تكون سيلكت او انسيرت او ابديت او كرييت او التر او دروب، ليها شكلها. لكن انا في الاخر هبقى نادي على الاسم البروسيجر بتاعي بالشكل ده، بالايه؟ بالشكل ده. لو انا قلت هقول كمان شويه الفرق ما بين
الفرق ما بين ال اللي هي الحاجه اللي او البروجرام اللي بيريترن فاليو والبروجرام اللي هو بمجرد بيبرنت. خلاص اللي انا عايز اوصله لكم باختصار جدا ان انا لو كريت بروسيجر زي ده صح كده يا جماعه.